سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثر التشبه بالكفار بين طبقات المجتمع من نساء ورجال، هل من كلمة إلى هؤلاء؟ وما الفرق بين الموالاة الكبرى والصغرى للكفار؟ وهل يجوز الصلاة بلباس فيه تشبه بالكفار أو تصاوير؟ نفع الله بعلمكم، أفتون مأجورين. شيء فشيء، السؤال هذا فيه عدة أشياء. تشبه بالكفار معناه محاكاة الكفار، محاكاة الكفار فيما هو من دينهم أو من عاداتهم الخاصة بهم كاللباس والمشي وغير ذلك. أما كان من دين الكفار فإننا لا نتشبه بهم فيه، كذلك ما كان من عاداتهم الخاصة بهم لا نتشبه بهم في ذلك. من يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. موالاة الكفار محرمة وقد تفضي إلى الكفر. من يتولهم منكم فإنه منهم. وفي الآية الأخرى: ومن يتولهم فأولئك هم الفاسقون. والموالاة معناها المحبة في القلوب والمناصرة، مناصرة الكفار على المسلمين والمدح لهم والثناء عليهم، كل هذا من الموالاة، لا يجوز. ولا أعرف أن الموالاة تنقسم إلى كبرى وصغرى، الموالاة كلها سواء، محبتهم، مناصرتهم، مدحهم والثناء عليهم، مدح دينهم أو ما هم عليه، كل هذا من الموالاة. نعم.